أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من تواصل دوت كوم، وكالمعتاد جمعنا لكم عدة أخبار مما تداوله من يتابعون مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ومن مختلف المناطق العراقية. وقبل أن نذهب إلى التفاصيل دعونا وإياكم نتعرف على عناوين هذا العدد من تواصل دوت كوم. في العنوان الأول نتوقف عند مواطنون يقطعون شارع بغداد في البصرة ويقيمون خيام اعتصام لهم هناك من قبيل الاحتجاج. في العنوان الثاني سنكون مع أهالي قضاء شط العرب في البصرة الذين تظاهروا ضد قتل متظاهرين سلميين. بعد ذلك سنتوجه إلى عنوان آخر وفيه تظاهرات لأهالي ناحية الحيدرية احتجاجا على الواقع الخدمي في الناحية وللتضامن أيضا مع من قتلوا هناك في البصرة. أما العنوان الرابع ففيه نتوقف عند القوات الحكومية التي أطلقت النار والغاز المسيل للدموع على متظاهرين في منطقة الكوت بمحافظة واسط. أهلا بكم. البداية ستكون مع مواطنين يقطعون شارع بغداد في منطقة القرمة بمحافظة البصرة، نتابع وإياكم معا. وعدة ثانية منها كمل. إذن حالة الاستياء والاحتجاج تتواصل في منطقة كرمة بمحافظة البصرة، وكما شاهدتم مواطنين يقومون بنصب خيم للاعتصام فيها هناك في المنطقة. المواطنون خرجوا احتجاجا في شارع بغداد بالبصرة كما قلنا لكم ونصبوا خيم اعتصام هناك حتى يقيموا فيها تعبيرا عن احتجاجهم. مشاهد أخرى من منطقة كرمة نتابعها وإياكم الآن. طبعا مشاهدينا الكرام على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا العراقيون تناقلوا مقاطع مصورة عن مسيرات تجوب البلاد شرقا وغربا للاحتجاج على ما حدث في البصرة. ومن هؤلاء أهالي قضاء شط العرب في البصرة أيضا الذين تظاهروا ضد قتل متظاهرين سلميين، نتابع وإياكم. يعني قوات الأمنية مع احترامي لسولف رجال مع احترامي للشرفاء منهم القوات الأمنية وصلت بهم أن يوجهوا بنادقهم من المواطنين إلى المتظاهرين السلميين إلى المسكون حقهم دستوريا وشرعيا بدل ما يوجه بندقيته إلى الذين يقطعون الطرف في طريق كركوك بغداد اللي يوميا بالعشرات يوجه للمتظاهر السلمي لأن خافوا أحكي حكاية وتعلون علي لأن أنتم
ايام من هالحكومه، والا عدنا ان شاء الله امور ثانويه راح نبني، سد الحدود واغلاق المنافذ وايقاف تصدير النفط لو كان على رقابنا. متظاهرو قضاء شط العرب في البصرة أيضا هددوا بإغلاق معبر الشلامجة الحدودي إذا لم تنفذ مطالبهم. نتابع. مظاهرات قضاء شط العرب. الوحيدة اللي جت غطت الأحداث هي قناة العهد. كما أخبرناكم طبعا مشاهدينا الكرام، فإن مقاطع وأخبار التظاهرات ملأت مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والتي التقطت من مختلف محافظات العراق. إلى منطقة أخرى نذهب وإياكم الآن وفيها تظاهرات أيضا. جانب من تظاهرات أهالي الناحية الحيدرية الذين خرجوا للاحتجاج على سوء الواقع الخدمي. نتابع وإياكم ومن ثم نعود حتى نبقى مع أهالي ذات الناحية ولكن في مضمون وموضوع مختلف. نتابع أولا. تم قطع شارع كربلاء نجف الرئيسي في الناحية الحيدرية لمطالبة تحسين وضع الكهرباء في الناحية. هؤلاء متظاهرين. الحكومة فاسدة، كلهم ملص على غدا، الحكومة عوضة، شلوا شلوا متظاهرين. نبقى في ناحية الحيدرية لكن بعيدا عن الاحتجاج على سوء الواقع الخدمي إلى مظهر من مظاهر التضامن. تظاهرات ناحية الحيدرية التي استمرت تأتي في إطار التضامن أيضا مع متظاهري البصرة. نتابع. Let's go.
التظاهرات التي شهدتها مدينة الكوت الآن، وفيها القوات الحكومية تطلق النار على متظاهرين، نتابع معه. مسيل دموع، مسيل دموع. يا ابو مسيل دموع، مسيل دموع، مسيل دموع. يا ابو مسيل دموع، ابو متظاهرين ورمي رمي مباشر. يا بعيد بدل مسيل مال الدموع. ارجع 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 مسيل. نبقى وإياكم الآن مشاهدينا الأعزاء مع مشاهد أخرى لما حدث في مدينة الكوت، وفيها القوات الحكومية تطلق النار والغاز المسيل الدموع على المتظاهرين هناك بمحافظة واسط، نتابع. إلى فقرة آراءكم الآن، ومن الفيسبوك اخترنا لكم خبراً عن حالة رفض لاستمرار بطالة آلاف الشباب العراقي في وقت يعمل بقطاع النفط الآلاف من الأجانب، كما تناقل شباب عراقيون عبر موقع فيسبوك. الصور التي تشاهدونها حالياً هي لعدد من الشباب العراقي الذين تظاهروا رفضاً لاستمرار البطالة بحقهم وللمطالبة بوجوب أن يحصلوا على فرص عمل في بلدهم الذي اتسع للأجنبي وضاق عليهم للأسف. الآن نذهب وإياكم إلى قراءة في أبرز التعليقات التي جاءت تعقيبا على هذه الصور المنتشرة في كثير من الصفحات العراقية على فيسبوك. في التعليق الأول أسماء تكتب: والله ظلم وأكبر ظلم، معدلهم ما يقل عن 90 ويقعدون بالبيت لا شغلة ولا عملة، والله حرام. أسماء تتحدث عن شريحة الخريجين من الشباب وكيف أنهم أنهوا الدراسة الجامعية ثم لا يجدون مكانا لهم في بلادهم، وإنما يجلسون في بيوتهم لأن الوظائف اتسعت للغريب وضاقت على القريب. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي يحيى يكتب: رجال الدين شو من تصير مظاهرات بيوم القدس أو نصرة البحرين نشوفهم أول الناس طالعين، وهسه من تصير مظاهرات تخص الواقع العراقي ولا واحد يطلع، معقولة؟ يحيى يتحدث عن فكرة التضامن ومؤازرة الشباب من خلال من؟ من خلال المسؤولين، من خلال مثلا رجال الدين، من خلال من ينصبون أنفسهم قادة لكتل لمؤسسات مجتمع مدني. يقول: لماذا يغيب كل هؤلاء عن مظاهرات الشباب ويحضرون بالمظاهرات ذات العناوين الفضفاضة والعريضة التي لربما لا تقع في إطار الأهمية والأولوية العراقية؟ إلى تعليق جديد. في التعليق التالي نقرأ ما يكتب أحمد: والله جريمة، مهندسين النفط يقعدون بلا عمل، شنو فرقهم عن المجاميع الأخرى؟ ليش ما تلغون الأقسام الخاصة بي على المود نعوفة وندرس غير شيء؟ أحمد يقول: إذا كان المهندس سيدرس الهندسة في عدة سنوات في الجامعة وفي النهاية يجلس في البيت فلا يجد فرصته بوظيفة تحفظ كرامته ويكون مستحقا لها، في حال أنه سيدرس ويخسر كل هذه التكاليف المالية والزمنية المدفوعة من عمره وحياته طالما أنه في النهاية لن يجد وظيفة. إذن قوموا بإلغاء هذا التخصص الهندسة. هذا الشاب تحدث من واقع إحباط شاب عراقي. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي رجل الظل يكتب: أي والله حقهم، إحنا أهل البصرة بدون شغل والأجانب تارسين شركات النفط.
رجل الظل هذا الشاب العراقي أيضا يتحدث عن فكرة كيف أن الأجنبي استطاع أن يحصل على وظيفة في العراق بينما أن أبناء العراق لا يجدون الوظائف. إلى التعليق الأخير نذهب إياكم في هذه الفقرة، وكتبه عبد الله يقول: ترى والله حقهم، يعني فاتحين كلية والطالب يجي يدرس ويتعب وبعدين يفضلون المهندس الأجنبي علي بن بلده. مع الأسف، مع الأسف. بعد قليل نذهب إياكم إلى تويتر. الهاشتاغ الذي نشط خلال الساعات القليلة السابقة مشاهدين الأعزاء أيضا من العراق، وهو واسم إلكتروني يحمل عنوان البصرة إلى أين؟ طبعا بين أكوام القمامة المكدسة ومياه الإسالة الملوثة التي لا تخلو من الملوحة وتصل إلى البيوت في العراق وغيرها من السوء الذي يهيمن على عديد من القطاعات الخدمية، بين هذه كلها لا تزال البصرة تعيش واقعا مأساويا. تعالوا نقرأ أبرز التغريدات التي اختتمت بهاشتاغ البصرة إلى أين. نقرأ في التغريدة الأولى: محمد العبدلي يقول: دعاة الإصلاح أصبحوا مدعي للسخرية أو مدعى للسخرية عندما الشعب هجر صناديق الاقتراع وعندما تظاهر الشعب مطالبا بالكهرباء. محمد طرح قضيتين، وهي قضية الانتخابات وكيف أن الأحزاب و الشخصيات التي رشحت نفسها كيف شعرت بشيء من الحرج حينما وجدوا ردة فعل الشارع العراقي. أضف إلى ذلك ما وجدوه أيضا من رجع صدى من ضمن المواطنين ردا على واقع الكهرباء المتردي في عموم العراق. إلى تغريدة ثانية. في التغريدة الثانية والتي كتبها خير الله يقول: الثورة لا تأتي من فراغ، بل تأتي من تراكم الظلم وكمية الظلم الموجودة الآن كافية لتفجير الثورة. إذن خير الله يبشر أو ينبئ أو يتنبأ بأن ثورة لابد قادمة في العراق بسبب الظلم الذي يعيشه أهل بلاد الرافدين. إلى التعليق أو إلى التغريدة الثالثة، وكتبها جعفر يقول: قوات الأمن تبرز عضلاتها وقوانينها على الفقراء، بينما الميليشيات العشوائية والتي تدعي الجهادية تسرح وتمرح بسياراتها المضللة وأسلحتها أمام أنظار القوات الأمنية وكأن القانون أعور. جعفر يتحدث عن دولة الميليشيات وكيف لأي ميليشيا بإمكانها أن تحكم العراق دون أي رادع قانوني ودون أن يطالها قانون المحاسبة الذي يطبق فقط على البسطاء من أبنائك يا عراق. إلى التغريدة الأخيرة. في التغريدة الأخيرة سارة تكتب: الوضع بالبصرة يرثى له، شغل ماكو، والناس طالعين مظاهرات يم مجلس المحافظة، ونتائج المظاهرات واضحة وماكو نية لتعديل الوضع وتوفير فرص عمل للعاطلين. البصرة إلى أين؟ نسخة إلى كل مسؤول تحمل سؤالا ومضمون كلمته هذا الهاشتاغ: البصرة بل العراق، كل العراقي إلى أين؟ بعد الفاصل نذهب إياكم إلى فقرة المقاطع المصورة. في فقرة المقاطع المصورة، البداية من أنهار العراق. هذه الأنهار لا تزال صديقة للعراقيين في ظل ارتفاع درجات الحرارة. Thank you.
السابقون قالوا لن يشعر بألمك إلا من عاش ذات الألم، ما يعني أن المسؤولين في العراق الذين يجلسون تحت المكيفات والمبردات الفخمة والحديثة أمر ربما كان طبيعياً من وجهة نظرهم أن يجعلهم لا يشعرون بمعاناة هؤلاء المواطنين. إلى موضوع آخر وفيه أسوأ كارثة أمطار تضرب اليابان لم تحدث منذ سنوات عديدة، نتابع. كان هذا عن كارثة اليابان التي لم تحدث مثلها منذ عام 1982. أما الختام الآن فهو مع حكاية أحد مشجعي كرة القدم الذي غاب عن مونديال روسيا. تعالوا لنتعرف على تفاصيل هذه الحكاية. ختام مؤسف لهذا المشجع من البرازيل الذي أنهى حياته بهزيمة سيليساو البرازيل على يد ألمان شيفت من ألمانيا بسبعة أهداف مقابل واحد التي حدثت في المونديال السابق عام 2014. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في تواصل.com لهذا اليوم، نلتقيكم لاحقا على خير، في أمان الله.